السلام عليكم. النهاردة حضر موتزاريلا ستيكس أو أصابع الموتزاريلا. خلونا نتفق إن الجبنة لذيذة في كل حالتها، سواء على وش بيتزا ودايبة أو في حشوة معجنات ساندوتش دايب أو عملتوا بيها أصابع موتزاريلا دايبة وبتمط زي وصفة النهاردة. تقريبا هي المقبل الأشهر على قائمة المطاعم، وهتبقى مقبل لذيذ جدا على سفرتكم في رمضان. كمان تقدروا تقدموها كسناك رهيب جنب أي صوص تحبوه زي صوص الرانش اللي هقدمه جنبها النهاردة. كبار وصغيرين بيحبوها، وطريقة إعدادها ولا أسهل من كده. لو مشيتوا على الخطوات صح هتاخدوا نتيجة ولا غلطة. تعالوا بينا نبدأ بوصفة النهاردة على طول. أول حاجة هبدأ بتحضيرها هتكون صوص الرانش. كوباية لربع من المايونيز، هزود عليها نص كوباية من الزبادي، زبادي يوناني أو زبادي عادي كامل الدسم. لو موجود عندكم كريمة حامضة اللي هي فريش كريم أو ساور كريم تقدروا تزودوها على الوصفة دي بديل الزبادي. معلقة صغيرة من الخردل اللي هي المستردة، ويفضل كمان لو كان دي جون ماسترد. هبشر عليهم فصين من الثوم، قد معلقة ونص من البقدونس المفروم، وقد كمان معلقة ونص من التشايفز اللي هو الثوم المعمر المفروم، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقة ونص من الشبت المجفف أو شبت طازة زي ما تحبوا، رشة بسيطة من الفلفل الأسود، وربع معلقة صغيرة من بودرة البصل، وآخر حاجة عصير نص ليمونة. نمكس كل المكونات دي مع بعض، وده أسهل وأسرع صوص رانش ممكن تحضروه جنب أي حاجة تحبوه. أنا عاملة منه كمية كبيرة علشان أحفظه في التلاجة، لو حابين كمية قليلة تقدروا تقسموا المقادير دي على 2. أول حاجة هتكلم عنها عموما هتكون نوع الجبنة. تقدروا تستخدموا أصابع موتزاريلا جاهزة من الماركت، بتكون كاملة الدسم ونسبة المية فيها أقل كتير من الموتزاريلا العادية، يعني لما بتضغطوا عليها بايديكم ما بتطلعش ميه على ايديكم. او لو حابين تقدروا تشتروا قالب موتزاريلا سليم بوزن مثلا ربع كيلو، يكون نوعها جيد وكامله الدسم. تقسموها لشرايح، بعدين تقسموها لاصابع متساويه. بما ان الموتزاريلا من الحاجات اللي ملهاش طعم مميز عموما او ملهاش نكهه محدده، فلازم خليط التغطيه بتاعها يكون مميز، يعني مبهرينه كويس. طبق بزود فيه كوبايه من الدقيق، هبهر كوبايه الدقيق اللي قدامكم دي بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من بودره الثوم، بودره البصل، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشة من الأوريجانو، وكمان لو عندنا بقدونس مجفف ممكن نزود منه رشة بسيطة كده. نقلب الخليط ده ونسيبه على جنب. طبق تاني فيه كوبايتين ونص من البقسماط، أزود فيه معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، بودرة البصل، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة من الأوريجانو، وفي الآخر رشة بقدونس مجفف بسيطة جدا. تقريبا نفس التوابل اللي زودناها على الدقيق. عايزين القادم بتاع الموتزاريلا يكون طعمه حلو بجد، هقلبهم كمان وهسيبهم على جنب. اخر طبقه عندي فيه 3 حبات من البيض، هزود عليهم رشه ملح مع رشه فلفل اسود، وفي الاخر معلقه كبيره من الحليب. اخفقهم كويس قوي لحد ما يكونوا بقوام سايل كده، وبكده نكون جهزنا 3 اطباق لخليط التغطيه. طبق البيض، الدقيق المبهر والبقسماط المبهر. اهم خطوه في الموتزاريلا ستيكس عموما بتكمن في خليط التغطيه. اول حاجه احطها في خليط الدقيق ونفطها كويس قوي من اي زياده، بعدين بنزل بيها في خليط البيض اغطيها من كل جهه واتاكد ان مفيش مكان فيها دقيق ظاهر فيه، بعدين بشيلها من خليط البيض اصفيها كويس قوي واحطها في خليط البقسماط. دايما راعوا وانتوا بتعملوا خليط التغطيه في اي حاجه عموما ان ايد نظيفه وايد هي اللي بتغطي. مش هنكتفي بتغطيه واحده، اصابع الموتزاريلا عشان تطلع معاكوا كريسبي والقشره متشلش من عليها بسهوله فلازم تاخد تغطيه مضاعفه، فهنعمل لها دبل كودنج. هاخدها تاني وانزل بيها في خليط الدقيق ونفطها كويس قوي من اي زياده، بعدين اغطيها كويس قوي بالبيض من كل جهه، واخر مرحله احطها في البقسماط للمره الثانيه. أغطيها كويس بالبقسماط وبضغط عليها علشان أثبت الغلاف الخارجي عليها قدر الإمكان، وبس كده هتعملوا تغطية مضاعفة، دقيق وبيض وبقسماط، وبعدين دقيق وبيض وبقسماط تاني. برصها على طبق، بعدين بدخلها الفريزر نص ساعة قبل القلي، ده هيساعد أكتر إن هي تطلع معاكوا سليمة ومتفتحش معاكوا في الزيت. طاسة على النار فيها كمية من زيت الغزير، لو عندنا ترمومتر فدرجة حرارة الزيت المفروض تكون 175، لو ما عندناش ترمومتر ممكن نجيب تشوبستيك نحطها في الزيت لتحت كده، ولما الزيت يعمل حواليها بابلز وفقاعات كده يبقى الزيت بتاعنا جاهز على طول. اهم حاجه الزيت ما يبقاش ساخن قوي علشان ما يحرقش الموتزاريلا على طول من غير ما تدوب من جوه، وفي نفس الوقت ما يبقاش بارد قوي. بخرجها من الفريزر على طول وببدا ان انا اقليها في الزيت ببساطه كده، ما تزودوش عن كميه من 3 ل 4 في المره الواحده. اول ما تنزلوا بيها هدوا النار للوسط، هي ما بتاخدش اي وقت تماما على النار، يعني خليكوا واقفين جنبها، هتاخد معاكوا تقريبا من دقيقه لدقيقتين كحد اقصى. اول ما تلاحظوا ان هي اخدت لون ذهبي خفيف خرجوها على طول، ما تستنوش عليها كتير. اول اتنين هيطلعوا معاكوا بيرفكت ولا غلطه، بس ممكن التالته ما تلحقوهاش على طول، فممكن تطلع شويه تشيز زي ما دي عملت معايا كده. اهم حاجه تخرج نقط بسيطه كده، يعني ما تخلوهاش تخرج كميه كبيره قوي من التشيز جوه الزيت. قدموها على طول، وممكن لو بردت منكم تسخنوها في الميكرويف مش اكتر من 15 ثانيه، ويمكن اقل من كده كمان، 10 ثواني كفايه لان هي بتدوب على طول. قدموها على طول وهي سخنه لذيذه وبتمط كريسبي ومقرمشه ومنتهى الذوبان يا جماعه. تغمسوها في صوص الرانش او اي صوص تكونوا بتحبوه، رهيبه يا جماعه بجد. لو بردت منكم شويه ممكن تحطوها في الميكرويف بس تقريبا ثواني، يعني ما تستنوش عليها 5 ثواني كده وبصوا عليها على طول.
ممكن كمان تعملوا منها كمية وتحطوها على طبق فويل مثلا، تحطوها في الفريزر تتجمد، بعدين تسيبوها على الطبق كده زي ما هي، تحطوهاش في أكياس ولا حاجة، وتخزنوها على الطبق كده مفرودة. سناك لذيذ جنب أي صوص تحبوه، ومقابل لذيذ كمان على سفرتكم في رمضان. جربوه، رجعوا اكتبولي هنا رأيكم في التعليقات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة يا حلوين.